من هم يجب أن يكونوا كذلك وهم بالفعل كذلك. المفترض أنه في ناس بتقول آراء، أنا أرى أن المهندس عادل القيعي أحسن واحد، أنت ممكن تراني أنا مش كده. أنا ما بقولش قرار وما بلزمكش بحاجة، أنتوا بتكلمونا كتير على التفكير الليبرالي، وبتكلمونا كتير على حرية الرأي، وبتكلمونا كتير جدا حتى على حرية الاعتقاد، بس لما حد يقول رأي غير رأيكم يبقى مجرم. نسمع الأستاذ جمال العدل في ثلاث نقاط مهمة عن النادي الأهلي، احنا لا نناقش إلا ما يمس النادي الأهلي، بالذات لما يجي من حد يفترض أنهم ذات قيمة. في ثلاث أربع حاجات كده مسلمات، هي مش مسلمات. على سبيل المثال للحصر مثلا، يقول لك إن الخطيب أعظم لعيب جه في تاريخ مصر. على أي قياس؟ هو طبعا لعيب عظيم. بس هل أنت مثلا شفت حمادة إمام الجيل اللي قبله؟ ما شفتوش. طب شفت عبد الكريم صقر؟ طب شفت حسين حجازي؟ طب انت بتقيس الخطيب انه اعظم لعيب بناء على ايه؟ فيطلع لعيب مثلا كوره زي عبد الجليل مع راجل اسمه اسلام مذيع لطيف قوي صحفي، يقول لك ده رماء ورقه فقام واخدها من الطاقه. ايوه دي دلاله انه اعظم لعيب. يعني ايه الاماره؟ في 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 اهلاويه او غاد بيحاولوا يشوشروا. لا لا انا بتكلم إيه؟ لا هو حر، انا بقول رايي. فانا ما انا مش سامعه اصلا. لا لا انا بتكلم دلوقتي. انا بسالك والله بجد، يعني انت قلت ان في ما انا قلت تاني الخطيب لعيب عظيم، بس مثلا لو بيتقاس بالترقيص يعني دي من الحاجات الايه الثابته اللي محتاجه تفكير. لا لا ويبقى خالد الغندور قاعد مذيع وما يردش عليه. يقول لك وعم طلع عقب السيجاره من الطاقه. على فكره في ولاد على البحر بيرجعوا الكره يحطوها على راسهم، ده معناه انه احسن من الخطيب. طب دي رقم واحد. مثلا. اثنين وهو برضه لعيب عظيم، بس ما هو من اعظم اللعيبه، بس في لعيبه زي لكن كتير. انت معترض انه يتقال انه اعظم لاعب في تاريخ مصر؟ لا، اسطوره كان دخلنا كاس العالم، جاب لنا كاس العالم. زي مارادونا مثلا. تمام. زي بليه. لو اسطوره بجد بالارقام يبقى حسام حسن. يبقى ميدو اللي لعب بره يبقى محمد صلاح. انما هو راجل كان لعيب عظيم وانا حضرته طبعا. ده جيل يعني احنا قد بعض. وكمان مره لعيب عظيم بس مش اعظم لعيب. لعيب شويه كويس وخلاص. اثنين يطلع مثلا زي شادي محمد لعيب اهو مثلا يقول لك الجمهور الاهلي 70 80 مليون. ايوه انت عددهم يعني انت عارفهم منين؟ ويقولوا لك ويحلف لك بالله ان هو كده. ولعيب تاني مش فاكر اسمه قال نفس الجمله برضه. في 30 ايوه انت في الزمالك بتقول انه جماهير الزمالك 60 مليون. لا هم يقولوا بقى على فكره بيقولوا بنفس الطريقه. بس هو يعني وصلوا ان راجل يا راجل مارتن يقول اللي جه يدرب الاهلي قال لك انا سعيد اني بدرب فرقه فيها 80 مليون. ايه قالوا له كده؟ ايوه غلط غلط غلط. لا غلط ليه؟ لان ما فيش اي احصاء في مصر يقول حاجه. مثلا في 30 مليون تحت سن 10 سنين. طب دول لسه اتكونوا؟ في ناس زي حضرتك ما بتشجعش الاهلي ولا الزمالك ولا حاجه خالص. انت عرفت منين؟ مش انا سالت. مش شويه زيك ولا انت بس المتفرد؟ يعني شجعوا كرة مثلا وفي ناس كبيره في السن 30 40 مليون، انت ازاي بتوه تاخد منهم شويه والاهلي شويه والزمالك شويه والاسماعيلي وهكذا؟ يعني يعني انه محتاجين اعاده نظر في انه الخطر اعظم لاعب في مصر وانه جمهور الاهلي 80 مليون. في محافظات في مصر تقريبا اغلبها اهلاويه وفي محافظات اغلبها زملكاويه. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة يقول لك مثلا ان اللهم صل على النبي يا سيدي. دي لعنة الاهلي نسيتك. لا انا بس عشان كنت انا قلت لك على الخطيب وعلى دي. ان الاهلي فوق الجميع. ايه الاهلي فوق الجميع؟ سألت دكتور من كام يوم اهلاوي انت فاهم يعني ايه الاهلي فوق الجميع؟ قال لي فوق كل الناس. طبعا دي عنصرية مخلية الشباب الصغير ما يقبلش ان الاهلي يتغلب. رغم ان دي مقولة قالها صالح سليم لما كان في خلافات بينه وبين عبد الصالح الوحش، فقال لي الاهلي فوق جميع ابنائه، فوق خلافات ابنائه. فخدوها الاجيال الطوارئ بقى الاهلي فوق ان فوق. ايوه فوقنا احنا ليه؟ فوق نفسهم هم. طب يعني انا هبتدي من الاخر. هو الاستاذ جمال طبعا وهو من عائله العدل ويعني فيهم الزملكاوي وفيهم الاهلاوي، لكن الحقيقه الفتره الاخرانيه هو والاستاذ مدحت يعني طلعوا كلموا كلام يخص الاهلي برضه. يعني 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 ما تطلع تقول الزمالك زي ما انت عايز، لكن هاخد من الاخر. هو لما كابتن صالح سليم قال الاهلي، هو الكابتن صالح سليم ما قالش الاهلي فوق الجميع ولا هو كان في الموضوع ده يخصه في حاجه. الموضوع بالمجموعه الانتخابيه اللي كانت داخله انتخابات الشعب ده رفعناها احنا على نفسنا لما كنا نازلين معاه. ان احنا هنساعد بعض لأن كنا 17 واحد وعايزين مننا 10.
فيعني كان في اتجاهين، هل سبعه تنازل ونزل بقائمه مقفوله، قلنا كابتن صالح قال انزلوا كلكم بس صعدوا بعض، فقلنا رفعنا شعار الاهلي فوق الجميع خلاص. ولما كان بيتقال 100 مره وهنا وهناك ولحد السنه دي واللي قبليها واللي قبليها بنقول الاهلي فوق جميع ابنائه ومصالح جميع اولاده. لا فيها لا اهي ايضا ما ظهرت في الانتخابات بس على المنصه كانت اللي فاتت اهلي فوق الجميع جميع اولاده ما علينا. فدي ما تزعلش حد لان هو نفسه رجع صوب يعني قال لك هي عنصريه، انت حر تستخدمها زي ما انت عايز انت حر، لكن احنا الشعار اساسه ان الاهلي فوق جميع ابنائه مش فوق احد. طيب اخر السنه بس عشان في كذا نقطه ولا انت عايز؟ لا في 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 رد موثق شويه في النقطه في النقطتين التانيين. انت خلصت حته الاهلي فوق جميع؟ هات 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 هو كان بيتكلم في النقطتين التانيين من الاسطوره ومن ال طيب. طب احنا بس عايزين نقول احنا يعني ده ملموس في الشارع، ملموس في كل حته، ملموس في القيم التسويقيه، ملموس في الشركات اللي عملت احصاءات زي اللي هتقولها لنا دلوقتي. طيب الجزئيه الاولانيه هو انت يضايقك في ان الناس يطلع لعيب كوره يبقى شايف ان الخطيب اعظم لاعب، يضايقك في ايه؟ وانت انت عندك اعتقاد ان في اخر حقك. هو قال الكابتن حماده امام وبعدين قال هو الكابتن الخطيب وصلنا كاس العالم. طب هو الكابتن حماده وصلنا كاس العالم؟ هو كابتن ميدو وصلنا كاس العالم؟ هو الكابتن عبد الكريم صقر وصلنا كاس عالم؟ هو الكابتن حسين حجازي وصلنا كاس عالم؟ اصل هو اللي قال كده ما شافش دول. طب ما مؤكد ان انت ما شفتش لا الكابتن عبد الكريم صقر ولا الكابتن حسين حجازي. وبالمناسبه هم راحوا يعني الكابتن حسين حجازي ابو الكوره راح للزمالك من الاهلي بسبب موقف تربوي للنادي الاهلي، فلو في انحياز له يبقى الانحياز للمبدا اللي كان في النادي الاهلي. الناس كلها عليهم رحمه الله اليوم كل التحيه والتقدير والترحم على ارواحهم. بس هو انت مضايقكم قوي ان حد يطلع يقول الخطيب اعظم لاعب في تاريخ الكره المصريه؟ يا اخي انت ليك راي اخر، فين ليبراليه التفكير اللي انت بتنادي بيها؟ فين حق الناس في ان كل واحد يقول اللي هو شايفه؟ يضايقك في ايه ده؟ طلع واحد اهلاوي او زملكاوي قال ان الخطيب اعظم لاعب، طب خد سيبك من الاهلاوي والزملكاوي وانت راجل مثقف، ما الفرنس فوتبول وهي بتكرم الكابتن الخطيب في 83 قالت عنه ايه؟ مراسل المجله ومراسل فرنسا فوتبول اؤكد للجميع انه لمن الصعب ان تنجب القاهره بل مصر باكملها لاعب كره قدم يضاهي موهبه وكاريزمه محمود الخطيب. الاتحاد الافريقي لما يختار دي المعايير بقى اللي انت بتتكلم عليها، يقول لك على اي اساس قال هذا المعيار؟ لا على اي اساس انت بتقول اللي انت بتقوله؟ انا عندي معيار، معيار موضوعي انه تم اختيار كابتن محمود الخطيب خد الكرة الذهبية ولحد دلوقتي يستدعى بصفته احد اساطير اهم اساطير الكرة، اساطير الكرة في عبر تاريخ افريقيا. الكاف يضع قائمة وهو بيحتفل في مرور 50 سنة على تأسيسه، كانت في 2007 57 2007 يحط قائمة ل 30 لاعب يراهم الاتحاد الافريقي ان هم الابرز في تاريخ كرة القدم في افريقيا. الأول روجيه ميلا. طب مين الأول بين لاعبي مصر في تاريخ الكرة الأفريقية؟ الكاف يحط الكابتن محمود الخطيب رقم 2 والكابتن حسام حسن رقم 3 وده شيء رائع جدا. ويجي بقية المصريين يظهر الكابتن صالح سليم كلاعب في الترتيب ال 13، يظهر كابتن حسن شحاتة أو هاني رمزي في الترتيب 19 والكابتن حسن شحاتة في الترتيب ال 20. دول اللعيبه المصريين اللي ظهروا في يعني قائمه يعني روجيه ميلا كابتن الخطيب كابتن حسام يعني الثاني والثالث على افريقيا صامويل ايتو عبيدي بيليه جورج ويا ديدي دروجبا نوانكو كانو رابح مجر كالوشا بواليا مايكل اسيان اوستن اوكوشا صالح سليم لاسيني لاماس مكارسي الحاج ضيوف نور الدين نايبت وهكذا. ده معيار موضوعي مش احنا اللي بنقوله. قلنا الاول فرنسا فوتبول بكل قيمتها وعراقتها قالت ايه، وقلنا الاتحاد الافريقي قال ايه. بس ما هم دول ممكن برضه يجاملوا. منشوف لعيبه الزمالك نفسهم اللي عصروه لعبوا معاه اللي عصروه اللي اتفرجوا عليه خلينا مالناش دعوه اللي اتفرج على الكابتن حسين حجازي يجي يكلمنا عليه، لكن
كابتن رضا عبد العال واحد من امهر لاعبي الكره، انتقل من الزمالك للاهلي في ضجه كبيره جدا، ما اعتقدش رايه حاليا حتى على الاقل يكون مجامل للاهلي او للخطيب. طيب نروح اللي بعد كده، حطوا التليفونات يا جماعه وافتحوا لنا التليفونات عشان الناس اللي عايزه تتواصل مع كابتن رضا. كابتن محمود الخطيب، اعظم لعيب كوره بعد مارادونا وميسي. ايه؟ اعظم لعيب كوره عربي يعني ده على المستوى العالمي، مارادونا ميسي الخطيب. بتتكلم جد والله؟ يعني الخطيب بما انا من وجهه نظري ماليش دعوه بحد، لا يعني الخطيب ده لو كان وصل للعالميه كان بنكون افضل لعيب في العالم، كان هيكسر الدنيا فعلا. اه طبعا. يعني انت شايف ان ده اعظم لعيب كوره جه في تاريخ مصر؟ اه ده اعظم لعيب كوره جه في تاريخ مصر. لا في حد زيه؟ اه انا بسالك. لا مش عايز اقول لك لفظه يعني احنا حبينا الكوره عشان الراجل ده، انا حبيت الكوره عشان الكابتن فاروق جعفر، هو مثل الاعلى. بس ده حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص. كابتن رضا بقى ايه عداها. قال لك مارادونا ميسي الخطيب. ايوه. وبهذا وانا يعني لو الخطيب كانت له معايير الاحتراف زي زمان وطلع في سن صغيره مع القوام القوي بتاعه، مع المهاره الجامده، مع شغفه بكره القدم، مع المناخ اللي كان ممكن يطوره، لكن هيبقى واحد من اساطير الكره العالميه، مش عايز امنعه. طيب رضا عبد العال ما لعبش مع كابتن الخطيب بس انبهر بادائه كمتفرج زي كل الناس، لكن اعتقد راي زميل الملعب يبقى مهم جدا، ولما يكون واحد من اهم نجوم الزمالك في جيله اعتقد يا دكتور جمال يبقى الكلام فيه كثير من العدل لما يجي من المحترم الكابتن علي خليل. كابتن بمنتهى الصراحه تصريح، مين افضل كابتن حسن شحاته ولا محمود الخطيب في ايه؟ في كلاعب. شوف كابتن انا هقول لك يعني اجاوب عليك، كل واحد ليه ميزه بامانه يعني. الخطيب افضل بالنسبه لرايي. الخطيب افضل موهبه جت في مصر، افضل لاعب موهوب جه في مصر بلا جدال، بلا استثناء. كابتن حسن لعيب طبعا كبير وليه مكانته، خدت بالك، لكن الخطيب احسن موهبه، احسن موهبه ده بالنسبه لرايي انا الخاص. ده راي الكابتن علي خليل الخاص اللي لعب مع الكابتن الخطيب في جيله وفي نفس المركز، شاف الكابتن الخطيب كده بمنتهى العدل. الاستاذ جمال لام خالد الغندور، ازاي انت سمعت الكلام ده وما ردتش؟ لا ده خالد الغندور كان له راي مسبق كمان. الناس بتبقى فاكره الرصيد يعني، عارفين ده يعني حتى لو الاجوان مش موجوده، طب ما هو كابتن خطيب مش كل مباراته موجوده. صحيح. انما خلاص احنا عارفين هو وصل لايه. صحيح. هو يعني نجم كبير. كابتن خطيب يعني احرف لاعب جه في تاريخ مصر يعني. ده طيب خليني اسالك يعني في تقديرك مين احرف لاعب في الزمالك؟ مش دلوقتي يعني، على عبر التاريخ. حسن شحاته لاعب. وهو هنا اللي متفق معاه في الاختيارين دول يعني بصراحه يعني. في تاريخ مصر هو الخطيب، في تاريخ الزمالك حسن شحاته. وخلينا احنا لما نيجي نقول احسن لاعب كره في العالم عبر التاريخ، ناس تقول مارادونا، ناس تقول بيليه، ناس تقول ميسي، لكن ولا واحد فيهم غلطان. بالظبط ده اللي انا بقوله، ولا واحد فيهم يستحق التهكم. يا سيدي قول اللي انت عايزه وتقول لي الولد بتاع البحر اللي بيرمي السيجاره ايه. لا ده؟ ده كان بيدلل على مهاره الخطيب. انا حكيت لك القصه دي ولا لا؟ ما قلت لك كنا رايحين المنصوره ومعدين الشارع وعلبه كان كده ضربها برجله حطها في يعني حتى هي حتى مهاره عنده. وعلى فكره انا شفت من حسام غالي مهارات برضه ما حدش يصدقها، وكابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه، بالمناسبه رحمه الله عليه تاريخ وفاته النهارده. صفوت عبد الحليم واحد من الافزاز افزاز كره القدم. صحيح. على مستوى برضه الكره المصريه يعني. طيب برضه مش هنجيب راي اي حد اهلاوي يقول رايه، لانه الراي مجروح بالمنطق وبالمعايير اللي الدكتور جمال طالبنا باحترامها.
واعتقد مهم جدا نسمع راي واحد من ابرز نجوم هذا الجيل في وقته، كابتن مصطفى رياض. لا يفتى ومصطفى رياض موجود. مواقف كتيرة مع الكابتن محمود خطيب، وهو كان في مباراة بين ترسانة والأهلي في لساد، وبعدين كنا احنا في النادي بنمسك مين عشان نكسب المباراة، فما فيش إلا محمود الخطيب، عايزين نمسكه مش عارفين نعمل ايه، مين اللي يمسكه؟ فانا اقترحت ان في ابو العز عندنا، فقلت له يعني قعدنا مع بعض كلاعيبه، قلنا له ابو العز هيمسك محمود الخطيب. ففي الماتش شغال، وبعدين جت كوره كده، فمحمود الخطيب انت يعني اما بيخش 18 ما فيش يعني، يبقى راجل جون يعني. فلقيت ابو العز واقف جنبي، ولقيت محمود الخطيب بيعملها كده وجاب جون. انا بصيت لمحمود وبصيت لابو العز، قلت له ابو العز انت ماسكني؟ ده انا بقول لك امسك محمود الخطيب. خطيب ليه ستايل بيلعب ازاي، وجوانه اللي جابها جوان حلوه جدا ما جاتش قبل كده، ما افتكرش في حد دلوقتي ولا بعد كده يعوض محمود الخطيب. اللي بيكلم ده واحد من اساطير الكره المصريه وعاصر جيل الستينات. ها ده كان مقدس بالنجوم، ده تاني واحد في نادي المئة بعد الكابتن شادي. ده صاحب الرقم القياسي، هداف دورات الاولمبيه، ست جوان في دوره طوكيو قدام كوريا. فانت اللي بيتكلموا عليه اللي لعبوا معاه واللي اتفرجوا عليه واللي شافوه، وقال لك ولا دلوقتي ولا متوقع في اللي جاي، والمساله ما فيهاش مصادرات. طب بقول لك لو الخطيب بيلعب باليومين دول سعره يبقى كام؟ انت خبير تسويق، بس انت مستشار التسويق في الاهلي فهد جامل، نشوف راي اسكندراني للكابتن الجارب. سنين انا لعبت حوالي 17 دوري عام الحمد لله، بدايه من 73 وبطلت 89. كان ليا الشرف ان انا احضر اجيال جيل الكابتن شحته وعرابي الله يرحمه، بوب الله يرحمه، عادل البابلي ومحيي وفكري مرسي واحمد عوب وسمير مخيمر، وبعدين جا جيل بقى عمر والاسناوي وعيد والثعلبي. الذكريات جميله، وبعدين كفايه ان انا لعبت ضد بيبو وضد انور سلامه وضد مصطفى عبده وماهر همام واكرامي، حاجه عشره جميله ولاعيبه كوره لو موجودين في الزمن ده بيبو ده يساوي مثلا مليار. شوف اولا انا متخيل بالاهتمام اللي بياخدوا لعيبه الكوره دلوقتي بالنزعه الاحترافيه، بان كل لعيب بيحاول يطور نفسه عشان يوصل لاعلى رقم. لا الكابتن الخطيب كان عدى ارقام بالعلم في التدريب والتاهيل كل شيء. الكابتن الخطيب طبعا تقريبا كان بيلعب بالموهبه تقريبا والشغف. كابتن صالح سمعت له راي حتى زعناه قبل كده، قال لك لو الخطيب بيلعب في ظروف عاديه منضبطه جدا كان يعمل حاجه زي اساطير الكره العالميه الكبار. بالظبط بالظبط. فانت يعني احنا مش جايين عشان يعني كان من الممكن يقول انا من رايي فلان احسن منه وتخلص الليل على كده، انما بيقول باستنكار جبتوها منين؟ لا جبناها من مليون حاجه، مليون مصدر ومن تتبعنا ومن العداله ومن خالد بيومي كمان. وعاوز اقول لك حاجه كمان، كابتن محمود مش بالنسبه لنا، انا بالنسبه لي هو حكايه وطن بالنسبه لي، زي ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، ربنا يديله طول العمر، اسم كبير جدا، هرم من اهرامات مصر، اسم لازم يتشال على الراس قبل القلب. انت كده جبنا تشكيله متنوعه ما بين لعيبه سابقين، ما بين معلقين، ما بين محللين، ما بين لعيبه اسماعيلاوي ترسناوي زملكاوي اكتر من حد اسكندراني. ما كانش الهدف الحقيقه ان احنا ندعم فكره ان الكابتن الخطيب اسطوره ليه، ان احنا نضيف له، انما يعني عشان ما نسيبهاش تعدي كده، لان الحقيقه اتقالت بطريقه زيها زي بالظبط. جبتوا منين ان الاهلي شعبيته جارفه بالمنظر ده؟ وتاني
مش هزعل ابدا من حد يقول لي احسن لاعب في تاريخ الكره المصريه سين او صاد، حتى لو ضد رايي، ده رايه. انتوا بتتكلموا في الليبراليه وفي حريه الراي وحريه التعبير وحريه التفكير، انت بتحجر على راي انه يطلع لاعب شاف ان الخطيب اعظم لاعب في تاريخ مصر مزعلكم في ايه؟ فتذكر ثلاث اسماء زمالك، يا ريتك حتى قلت الفناجيلي او قلت الدوزوي. كابتن صالح سليم كان شايف انه الفناجيلي دي حاجه استثنائيه طبعا في تاريخ الكوره. لما كنا بنتكلم عليه هو كان يقول لك لا الفناجيلي احسن مني 10 مرات، ده حاجه ثانيه مثلا، وكل جيل الفناجيلي كان يرى هذا. انا رايي الشخصي المتواضع البسيط جدا انه الافعال مش موجوده. اعظم تاريخ في الكوره في مصريه مؤكد هيختلف من جيل لجيل، في احسن حد او ابرز حد في جيله، لكنه الكرة غير الكرة، التكتيك غير التكتيك، المناخ غير المناخ، المنافسين، درجة المنافسة، العلم، التدريب، حاجات كتيرة جدا طرقت على علم كرة القدم خلت كل جيل يختلف عن اللي قبله. اللي بيبدع يختلف، لكن في نقطة يا أستاذ إبراهيم، الموهبة، الموهبة الموهبة دي لما تتخيلها في الظرف الحالي هيكون شكلها إيه؟ يعني النهاردة لما تيجي تقول أحسن لعيب في التاريخ، طب ما رونالدينهو، لا، لما تتكلم على المهارات أعلى لعيب مهاري في التاريخ، صحيح، لكن يظل استخدام الأفعل خطأ منهجي مؤكد. إنما ما لا يمكن الاختلاف عليه بقى أستاذ جمال، إنك لما تيجي تتكلم على حجم الشعبية جابوها منين؟ مين اللي قال إن شعبية الأهلي أكتر من الزمالك؟ مين اللي قال إن في مش عارف 70 مليون ولا 80 مليون بيشجعوا الأهلي؟ مين قال يقول له طب ما الزمالك بيقول لك 60 يقول لك اه يقولوا، يعني الزمالك من حقه يقول لك الاهلي لا. طب ما تيجي لا الاهلي ولا الزمالك يقولوا، لما يبقى فيه مركز علمي مهتم بقياسات الراي العام وحب يقيس درجه انتماء الجماهير الرياضي في مصر، يبقى ده الحاجه الوحيده اللي اتعملت علميا. عندك غيرها قولها لي، وقول لي ايه هو المركز الجاد المعترف بيه اللي طلع مثل هذه الدراسات. الاقي ما هو متوفر؟ مركز بصيرة، مركز بصيرة لقياس بحوث الرأي العام، توجهات واهتمامات الشعب المصري بكرة القدم، وده نشر في اليوم السابع من قبل. قال لك 72% من المصريين أهلوية و21% بيشجعوا الزمالك. الاستطلاع أكد أنه نسبة 59% من سكان المحافظات الحضرية يشجعون النادي الأهلي. قال لك في محافظات بالكامل زمالك، 59% من سكان المحافظات الحضرية يشجعون النادي الأهلي في مقابل 28% زمالك. النسب بتختلف بصورة واضحة في الوجه البحري، ترتفع نسبة من يشجعون النادي الأهلي ل 79% مقابل 15% للزمالك. في الصعيد تبلغ نسبة مشجع النادي الأهلي 75% مقابل 21% للزمالك. اختلاف تشجيع النادي الأهلي والزمالك بيختلفوا حسب الفئات العمرية. فبيقول تقرير مركز بصيرة لقياسات أو لبحوث الرأي العام، تبلغ نسبة مشجعي نادي الزمالك بين المصريين اللي بلغوا سن 50 أكتر من 30%، يعني أعلى شريحة بتشجع الزمالك من الناس اللي هم بيشجعوا الزمالك هم في الفئة العمرية اللي فوق 50، مقابل 60% بيشجعوا النادي الأهلي في هذه الفئة العمرية. يعني الفئة ديت الأغلبية زمالك أهلي 60-30، بس كمان دي أعلى مرة يظهر فيها الزمالك. تنخفض نسبة مشجع الزمالك إلى 16% بين الشباب في العمر من 18-29 سنة مقابل 78% من الشباب أهلوية. أشار المركز في بيانه أنه تم إجراء استطلاع متابعة مباراة كأس العالم النهائية باستخدام الهاتف المنزلي، تم سؤال الناس من خلال مقابلات أقيمت في الفترة من 14-18 يوليو 2014، بلغت نسبة الاستجابة حوالي 53%. ثم تشريح للمعلومات كاملة في مركز بصيرة حسب الفئات العمرية، حسب الذكور والإناث، حسب المحافظات، ليتأكد هذا الرأي بهذا الرقم الكاسح للنادي الأهلي. تسمح لي عايز اتوقف بس عند نقطه لازم الناس تفهمها. يا جماعه الجماهيريه دلوقتي ما بقتش انطباعيه لسبب، لان هي بتؤدي او بتفرز او بتدل او بتستخدم في تحديد القيمه التسويقيه للبراند للمصنف. فلما تيجي تقول النادي الاهلي ما يقدرش واحد على مزاجه كده يحط لك رقم، والزمالك ما يقدرش يحط لك رقم، لازم يبقى رقم مستدل عليه علميا.
مصير عملت كده وفي مركز عالمي لما جت شركة صلة تعمل شركة صلة السعودية وأصحابها زملكاوية. يعني أنا هقول لك أهو الأهرام فضل يقول لك الأهرام بتجامل الأهلي. مرة الأهرام رفع إيديه على الزمالك، الزمالك تعاقد مع شركة إماراتية ما كملتش. برضه حاجة تخصهم. لكن حتى اتهام الأهرام إنها بتجامل الأهلي، بصوا إلى نسب أو قيمة حقوق الرعاية للنادي الأهلي حصلت إيه في طفراتها. يعني المهندس عادل يقدر يتكلم في حلقات على تفاصيل نمو شعبية الأهلي مقرونة بأرقام الرعاية. لكن الأهرام مصرية واتقال كلام وصوا بجامله الأهلي. طب ما نطلع بره مصر خالص، ناس جاية تدفع فلوس، ناس لا هتجاملك ولا هتجاملني بالظبط، ناس مشاعرها وهويتها مالهاش دعوة الكرة المصرية. ناس شايفة إن النادي الأهلي مكان خصب جدا للاستثمار الرياضي. شركة صلة تعاقدت مع شركة أمريكية إبسوس، واحدة من أهم شركات قياس الرأي العام، اللي مؤكد إن الأستاذ جمال العد وكل المهتمين بالإنتاج الفني وبالإنتاج التلفزيوني بيهمهم دايما وأبدا رأي إبسوس. قالت الشركة الأمريكية، أنا بس عايز أصلح حاجة سوري، أنا قلت أصحاب صلة زملكاوية، أنا مش متأكد من دي، سبورتا أنا بتكلم، بتتكلم على سبورتا، سبورتا بتاعت الملابس. إنما صلة لا، أنا مش متأكد، معرفش دي. يهدف البحث اللي أجراه